الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم وفقنا لما تحبه بنصر من عندك وجند من جندك يا رب العالمين.
بلى ولا تبقي ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا عليك بنو عليك نواصينا الخاطئة بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعله شفيعا لنا ولوالدينا ولمن لنا حق علينا يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.